والحمد لله تحكرش عاش وجه الركبي بعدا كيف قالوا لي هذا الركبي. الحمد لله على كل حال كنطلب الله سبحانه وتعالى اللي شفى لي ولدي وكنبغي من هذا المنبر هذا كنبغي نشكر يعني كلينيك اكتيطال والسيد الطبيب اللي قبل ما يكون طبيب فهو انساني في الانسانيه والطاقم جميعا يعني واحد الناس وناس اللي لقيت فيهم خير يعني اكثر من اقرب الناس ليا لقيت فيهم خير ولكن هذوك الناس اللي في اكتيطال منهم الدكتور شريف منهم الاخت هاجر منهم بزاف يعني الطاقم كل الطاقم نعم الطاقم يعني باكمله كانوا كيواسيوني كانوا كي ما كيبخلوش عليا باي حاجه بصراحه. الابن ديالك شاف الموت ولدي شاف الموت يعني الله سبحانه وتعالى على يد هاد الناس هادو رجع لي ولدي من القبر جبدوا لي ولدي من الحفره ديال القبر وهذا فضل من الله وكيرجع الفضل السيد الطبيب كما قلت لك فهو انساني قبل التطبيب قبل ما يكون دكتور فهو انساني وانا كنقول لي يعني جميع الناس راه تيقوا فهاد يعني فهاد السيد هذا راه انسان طيب 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 ذو اخلاق عاليه اقسم بالله العي العظيم. مشاهدي قناه شعب قناه شفت فيها مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشره من مدينه المحمديه معنا الركبي مدينه المحمديه كامله كتعرف محمد الركبي نقدر نقولوا ان الحمد لله الابن ديالو رجع عليه الحياه نعم من بعد ما نقدر نقولوا ان ولده مات وحيا نعم 99% كان مات. الركبي دابا غيتكلمينا على الموضوع ديال نعم الحضره علاقته بالجن كيفاش الركبي من شاب دخل لعالم الجن وعالم الحضره وعلاقته بالصحراء والمشعوذين. سي الركبي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الركبي عاود لي من الاول كيفاش بدات علاقتك بالجن؟ يا اول حاجه هو من تاب فان الله يتوب عليه ومن تاب واصلح فان الله يتوب عليه. اخويا انا كنت يعني كنت طفل يعني منذ الصباح تقريبا نقول لك 13 سنه 12 سنه كنت في البحر وبت في البحر وحيد وشفت شيء واحد العالم اخر شفت اناس غير اناس غير ناس وتم يعني طلب باش نجي لعندهم ورفضت ولما رفضت تم صفعي وجيت للدار مريض وعيني كتسيل بالدموع والسخانه ومشيت دقيت برا على السخانه ولكن هو ماشي سخانه فهو لمس من الجن يعني انا ما كنتش عارف. شحال عندك من عام اللي تقاسيتي اول مره؟ 12 عام 13 عام هكا ما فايتاش يعني انت ما مديباسيش 14 عام. واخا الركبي هاد التصرفيقه اللي تصرفقتي واش جاك صرفقك في واحد صيف انسان مرأة ولا كيفاش؟ لا جات مرأة هكا مرأة يعني مجسده مرأة انا كنصحابها مرأة فقط يعني تكلمت معايا وطلبت مني شي اشياء اللي غير لائقه وانا رفضت باقي انا خفت منها انا كنعقل لحد الان بعلى دابا على اليوم وخفت منها وهي جاتني مجسده في انسان ورفضت الطلب ديالها ولما بغيت نهرب يعني تصفعت ما عرفتش شكون صرفقني واش من الخلف من الامام الله اعلم ومشيت للدار بواحد المرض يعني سخانه وما عقلتش شنو كندير ومشيت دقيت برا ولما يعني الساعه اللي غندق فيها البرا شدني غيبوبه من تم وانا كنطيح وكنبات في الخلاء وتمحلت معايا الحاج امي الله يرحمها والعائله ديالي قاسوا معايا العذاب ومشيت للروقات ومشيت لعند الشوافات ومشيت عند يعني الطلبه باش 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 نتشافى من هذا المرض هذا لان الناس شخصوا لي هذا المرض ديالي ماشي سخانه ماشي شي حاجه اللي هي عضويه قالوا لي لا راه عندك الجن انا صغير قالوا للوالده واخا الركبي بغيت نعرف الاحساس ديالك وانت يعني تلقى شي خبر لانك باقي دري صغير مسكون بالجن. لا ابالي انا باقي صغير ما عارفش ما كنتش كنعرف شنو هو الجن شنو هو ما كنتش كنعرف انا ما فهمتش انا وكين دابا حاليا انا ما كنامن لا بجن لا وكين الله خلق الجن نعم وما خلقش الانس والجن الا ليعبدون نعم ولكن اخي انا ضد هذه الفكره وبصراحه انا كنقول بان يعني مارس هاد يعني داس الطابله ودا داك الشيء اللي كيديروا بشويه هذا الشيء اللي بغيتك توضح لي الركبي كيفاش دخلتي لعالم الحضره كيفاش دخلتي لعالم الحضره؟ كنطيح كنطيح كل نهار كنطيح كل نهار باستمراريه ثلاث مرات اربع مرات في النهار ولكن انا صبي ما عارف والو حتى وصلت ديك 18 عام 17 عام يعني بينوا لي شنو خصني ندير ودي خفت على صحتي. كيفاش تبينوا لك؟ وضح لي الركبي باش نعرفوا الناس خاصك دير جدبه خاصك تذبح خاصك دير ومشيت معاهم في الهوا ديالهم
مشيت معاهم فد 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 كما كنقولوا حنا المنكر هذا كما كنقولوا حنا الملوك كان ركبي. شنو هما الملوك اللي كانوا راكبينك انت ركبي؟ بلا حدود كان يعني انا شفت مراه فقط ولكن من بعد ولا الباشا حمو هذه عايشه هذيك حتى يعني داك الشيء كله ما دخلش ليا دماغي انا لما كبرت وعرفت وطلبت الله عز وجل وتابع ليا فان داك الشيء الا شعوذه واللي تبع داك الشيء كيبقى خاوي في خاوي. وراه انا كنقول لجميع الناس ما تمشيوش عند الشوافات وما تمشيوش عند دوك الكذابه راه كيديروا لكم عرزكم راه جاو عندي ناس واناس واناس ومخلو وكنعاود لك ان شيئا يعني بحال كنت حاضر معاهم بحال كنت معاهم في الدار كنعاود انت قدرتي وفعلتي ودركتي وكيصادقوني وكيعطوني الفلوس وهادي ولكن كانت الشباب كان العقل ما كاينش كنت باغي غير الفلوس ولكن انت ديك الساعه ماشي انت اللي كتهضر الملوك اللي فيك هما اللي كيدويو بعض الاحيان كيكونوا هما كيدويو يعني كيتكلموا هما في الجسد ديالي ولكن انا باش غنقول لك حقا كيطلعوا فيا ولا لا 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 لا, لا. كتكون غير يعني غيبوبه ما كتبقاش عاقل انت شنو كدير وكيجيو عندك الناس وكتقول لهم وكتكتب لهم وكتصايب لهم لا 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 اخي الكريم هادشي غير انا كنحارب الظاهره ولكن على الله اقسم بالله المعلقه بلا الله طيح دابا اما الجن اذا كان في الدور روح ديالي فيقبضها دابا لا 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 انا كنصح جميع الناس في العود اللي غتمشي دير ولدك على الشوافه ولا على الشواف ولا دي لا لا اخي الكريم ولا دي عند راقي حق هذا غير قليا ودي لا 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 الله يجزيكم بخير القران والوضوء والمسجد والفجر اقسم بالله يعني انت تعالج شي بالقران و نعم والاراده الركبه قبل ما ندوزو قبل ما ندوزو للعلاج نعم انت الركبه كنت تاكل الدجاج كنت كتضرب لحم والماء طيب والجناو والمقاد كيفاش تبديتي كضرب وبغيت نعرف يعني كيفاش حاج بزاف تاع المشاهدين كيشوفوا واحد هاج الجروي وكيضرب لحم انا كنت كنجيب لما تلاقيت مع واحد الشوافه ودارت لي الطاقم ديال هذا الطقوشه ديال التعويذ وديال الجن وكتماطي ليا الجنويه كنشد داك كنضرب راسي ما كنحس به كنشرب المطيب ما كنحش به كنضرب راسي ما كنحش به كدوز الدم ولكن ما كنتش كنحس ولكن كيفاش الركبه يعني ملي كدير هكا الاماره ما كتبقاش ديال الضربه هذا ما كيكون كنكون كيكون الجن اللي كيخدم ماشي انا هذا هو المشكل وانا كنرفض هاد الجن انا كنرفض هاد الحاله يرتلى كنرفضها ماشي هادي كان يعني كنفتخروا بها لا 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 لا, لا. كاين الله عز وجل فوق وفوق العين يعني هذاك شرك بالله شرك بالله نعم شرك من 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 اش نقول لك معاصي كثيره واخا الركبي يعني مؤخرا ولينا كنشوفوا بعض الرقاد تيجي وتقول لك انا غنرقيك انت فك على لا عائشه انت فك الباشا حمو انت فك ميره ها اش بالك في هذا الرقاد كنقول لهم الله يهديك من الرقاد علاش لو كنت تعلم الغيب واش الله وحده فقط اللي كلام الغيب هذا الراقي راه ما كيرقي فابور كيرقي الفلوس واش كيرقي مجانا كاين اللي كيرقي بالفلوس كاين اللي كيرقي فابور هذوك دوك اولياء الله دوك الناس اولياء اللي متقي الله سبحانه وتعالى كيرقي مجانا لوجه الله اما دابا حاليا ما تقولش لي كيرقيو لوجه الله شوف خويا في الرقاد كاين الفساد اخويا ها انت ملي كنتي مقيوس الركبي شفت مشيتي عند شي راقي شفت رقاد هما ولكن كيعطيك كلمة إلا مشيت تصاب بها الهدف كيعطيك 100 كذوب شناهي هاد الكلمة الركبي اللي عطاك مثلا قال لك أنت مثلا مشيتي واحد البلاصة أولا شكون هي فلانة كيسميك واحد الاسم ولكن واش هذا غيكون راقي هذا راقي راقي ولا مشاوي هذا المشاوي إلا تيقتي به إلا تيقتي فيه مشيتي هو كيجيك في واحد الكلمة واحدة إلا كانت يعني صاب بها الهدف كيقول لك شكون هي فاطمة ضروري غتكون فاطمة في العائلة ولا الجيران ولا أقرب الناس لك ضروري ومؤكد ولا عائشة ولا أي اسم ديال المرأة كتقول له كاينة غير إن فوا تقول له كاينة يعطيك كلمة قال الاسم وكيبقى عندك سحر عندك سحر معلق في الشجرة عندك سحر معلق في راودة مدفون في راودة كذا كذا كاين بزاف الأكاذيب علاش هادشي كله؟ باش يلتمس منك فلوس كثيرة. ما نهضروش عليها. الزواج وحق الخدمة راه لا شوف لا حركة ولا سكون إلا بإذن الله. واخا الركبي أنت شنو هما الحضرات اللي حضرتي اليوم الركبي؟ جميع الحضرات. شنو كنت كتبت للمواسم؟ قلت مشيت لهادي بن عيسى. آه مشيت لهم عيشة.
كيقول لهم لا هما لا لا مولاهم انا مولاي الله مولاي عبد الله عمغار مشيتي ليه؟ مشيت ليه شنو هو كيوقع في مولاي عبد الله؟ انا شخصيا مشيت صورت السحر والشعوذه اللي كيدار اش كيوقع في هذاك الوالي؟ يا اخي الكريم اقسم بالله العلي العظيم الى فساد في فساد. انا راه مشيت ما خلي حتى واحد ما مشيت ليه في الصور ديالي تقريبا دابا جيت شي 30 عام ولا 35 عام طلبت الله عز وجل العفو عليا وبالفعل الاراده انا ما خليت حتى وين مشيت ليه انا ما خليت حتى شوافات ما ترافقت مع الشوافات ترافقت مع الفقهاء ترافقت مع جميع الناس وشفت شي منكر تيوقع يا اخي الكريم شي مناكر فادحه شنو المناكر وضحيه بزاف الفساد تشراب جلالات حيار واش حتى الشذوذ الجنسي على الجد الشذوذ الجنسي كاينين باسم الحضره واسم العريس كاينين وما اكثرهم الشذوذ الجنسيين ما اكثرهم كيتحيروا كيجذب كتلقى راجل هو ماشي راجل شاد كيتحير ولابس كسوه ولابس داكشي ديال العيالات كما انزل ما نهضروش عليها وعاد واحد جوج كتلقى الحضره كامله شذوذ واخا الرقمي يعني مؤخرا كنشوفوا مثلا يعني كتشوف هنايا عندنا واحد الوالي صالح في عين حروده لا داعي لذكر الاسم ديالو كيقول لك انك الى هبطتي لتحت واحد الخلوه وربطناك غيخرجوا منك الجنون هذا كنرفض الوالي صالح كنرفضها هذيك عباده الاضرحه عبادة القبور هذا الوالي هو درك مع الله ونفع تراسه من الحساب نفع تراسه من العقاب ها لا اخي الكريم الا مشيتي لذاك الوالي طلب لي هو العفو وطلب لي الرحمه وطلبها من نفسك انا قوت الله اكبر قوت الله اكبر لا يا اخي الكريم عبد الله اكبر الله اكبر لا سبحان الله هذه كلمه الصدق يا اخي الكريم باش غنمشيو ونعبدو ضريح واش هو نفع راسو من الصراط واش نفع راسو من الحساب وكان خو خداوي داوي راسو وكان خو خداوي داوي راسو راه هاد الكلمه قلت هذاك النهار شي ناس تقلقوا قلت لهم هاد الاوتان عباده الاوتان اخي الكريم بحال هذاك النهار واحد الخلوه قالت لك لربطناك فيها الجنون كيخرجوا منك اين جن انا مشيت دخلت وسط الخلوه وهذيك اللي خاطر بدك هي جنيه انا تربط تعيش في الاوليه في حفر تعيش يعني اضربت تعيد بالسلاسل الا عذاب شديد فقط واش بغي يربطني بالسلسله وانت كتعذب بالسلاسل بحال البهيمه والبهيمه كتقهر لا يا اخي الكريم داكشي كله شعواده وكل شيء اصله فلوس كيربطك تما واحد ثلاث ايام اربع ايام خمس ايام لاش باش يعني يغري والديك باش يعطيهم فلوس كثيره كيف ما قلنا الركبي انك انت تحاربش مع الصحراء والمشعوذين ماشي غتحارب كيفاش تحاربش معاهم ما بقاوش كيحملوني ما بقاوش كيبغيوني علاش انا كندخل وتقول لهم حشومه هادشي اللي كديروا فيه راه عيب اطلبوا التوبه كنطلب حتى انا يا ربي اسمح لنا كاين الاذان وكنتكلموا كاين اللي كيقول لنا انا احترموا الاذان نعم احترموا الاذان اش غنقول لك اخي الكريم وهذيك السيده اللي غتمشي عندها وتداويك واش داوت راسها كتداوي نفسها يعني مؤخرا كنشوفوا عندنا الشوافة اللي كنشوف وكتقول لك نعطيك الرزق عايش في براكه الركبي وحتى هي كتمشي تطلب انا مشيت الشوافات مشيت عند الشوافات وهي كتقول لي يا الركبي خويا الله يجزيك بخير بنتي ما نزوجهاش هي شوافه وكتقيم الحضره وكاين الطقوس ديال الجن وكتقول لي يا خويا الركبي الله يرحم باك الا موقف معايا بنتي راه ما نزوجهاش وهذه شوافه هذه هذه شريفه هذه مرار وتكرار كنواجه هذا الامر هذا مرار وتكرار وكنشوف يعني واخا شوافه كيضرب راجلها ركبي ها شوافه كيعاقب راجلها واحد القضيه ما كاين المشاكل واحد القضيه ما كنتش باغي نقولو لكن قول لا ما كانش عندك حتى اشكال باش تجاوبني الا كانت في يعني قلتي ليا كنتي كتخشى في الطوار في العيد نعم كيفاش كتخشى في الطوار؟ الناس معيده وانا طفل في يعني في سن الزهور والناس في عيد كبير انا ما نكذبش عليك دابا جبتي لي واحد الامر اللي تعذبت فيه الوالده والدموع في عيني اقسم بالله تعذبت الله يولي رحمه الله الناس معيده ودابحين لحولي والوالد والوالده حتى هما دابحين وانا كنت كنمشي للمزبله يعني البركاصه بدون هوايه ما عقلتش ما كنعرفش شنو كندير لما كنتفكر ديك الحاله كنغضب وكنطلب الله العفو من الله وكان يعني كيلوحوا هذيك البقايا او النفايات ديال الحولي والدم وداك الشيء كيلوحوا عليا وانا ما كيشوفونيش كنكون تحت حتى الوالده مسكينه كتعرفني فين كنكون كنعطل غير من الساعه
ولا ساعه الله ربك كتقول لهم والو ولدي في شي بلاصه خايبه هنا وكتجي للبركاسه. انا كان ما كانش المصلحه كانت بركاسه تما اللي تحول الجوطيه وكانت مسكينه وكتجي وكتبقى تعيط وكتقلف في داك الشيء وكتلقاني وكتجبدني في حاله يرثى لها. رغم ذلك لا اؤمن بهذا. شنو اللي خلاك تتوب الركبي؟ ماشي تتوب، خوف من الله، تبعد من هذا الشيء، خوف من الله عز وجل، خوف من الواحد القهار فوق عبادي الله سبحانه وتعالى. شوف شوف الله خلقنا وخلق الجن، الله ما عطاش واحد 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 السلطه ديال الجن باش يشد الانسان الا الا كاين بعدهم حتى هما فيهم الظالمين، حتى هما فيهم الكفار، حتى هما فيهم المسلمين. راه ما كيظلم مسلم الا كافر، ما نهضروش عليها. زعما المسلم بغا يظلم مسلم؟ لا لا اخي الكريم. الجن هو عندهم قوه علينا، كيشوفونا حنا ما كنشوفوهمش. وكتبك كذاب، شي واحد يقول لك انا شفت الجن، اللي قال لك شفت الجن جيبوا لي نتقى بحال معاه. انا دوز سنين ومينين 40 عام ولا 35 عام ديال يعني هاد الصراع ديال هاد المرض هذا اللا ارادي. واللي غايقول لك انا شفت الجن او لا مارست مع الجن او لا بركت مع الجن، جيبوا لي نتقابح معاه يوصفوا لي الجن كيدير، يوصفوا لي يوصفوا لي على الجلد ديالو كيدير، وغنعرفوا كان مع الجن نعدوا مع لقاء. انت شفت الجن الركبي؟ ما غنقولش شفته مباشره، ما كنكذبش، شفته مجسد، كانت كتجسد لي في سيفة مرأة وفي البحر في خلوة، في خلوة ديال سبحان الشرقية عقلتي عليها داك الحفرة كان كيضرب فيها. راه الوالد محمد اللي كيعرفوها، وكنت كنمشي ثلاث الليل ربعة الليل خمس الليل يعني حتى قرب كيأذن الأذان ديال الفجر عاد كنفيق، وكنجي من تما وأنا دري صغير ما عارف والو. وتبعت هذا الميدان اللي من المحمدية المنصورية على رجلك تنفوها وأكثر وغابات وويدان وجبال أخي الكريم. قاسد العذاب، قاسد العذاب. ولكن شوف إذا طلبت الواحد القهار فوق عبادي الذي ينزل المطر بقدر وطلبتيه وصليتي وتوضيتي ومشيتي للفجر وصبتي للجامع وطلبتي الله على بكيتي على الله في السجود، حتى واش يخيبك؟ والله ما يخيبك الله سبحانه وتعالى. الركبي نعم، قلت لي قبيله ان ولدك الحمد لله عاود حيا لك بمعجزه. الله لما شافني تبت، الله حبني وحكي حب كيحب التوابون او التوابين. الله سبحانه وتعالى لما كيشوفك تبتي ورجعتي للطريق المستقيم فهو الى هو قال لي لا، قال ادعوني استجيب لكم. في السجود كنقول يا ربي، قلت انا ادعوني استجيب لكم، انا ادعوك، انا كنطلبك ولدي بين يديك يا ربي، ولدي عزيز وانت عز منه. شنو قال ولدك؟ واستجب لي الله سبحانه وتعالى. وضح لي للناس باش الناس يعرفوا القصه ديال ولدك. يعني غير باش نوضح للناس الاخوان. نعم. راه ولد الركبي يعني غتقولوا بزاف الناس غيضحكوا. ولد الركبي رجع من الموت. رجع من القبر. ولد الركبي ماشي حيا الاخوان. شهر 26 يوم في كوم. تخيلوا معايا ان الركبي هذاك النهار باقي عاقل بحال غير البارح غادي جا عندي. شهر دابا. قال لي اخويا زيد ولدي مات بحال هكا. نعم. قال لي ولدي مات. ولد الركبي ضربه شو طوموبيل في المنصوريه. المنصوريه نعم. سلطه حكومه ضربته مباشره للوجه هنا. شحال هو في انعاش الركبي؟ يقول شهر 26 يوم. شهر و100 ماشي ماشي في انعاش. ماشي 100 ما كيدويش. في عدد الاموات. في عدد الاموات. نعم ما كون غادي في التيفون نوريه لك. في عدد الاموات. كيفاش ترجع من الموت الركبي؟ هذا من 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 القوه الالهيه ديال الله سبحانه وتعالى. وكنشكر من هذا المنبر الناس اللي عاونوني اللي وقفوا معايا ودعوا لي مع ولدي ولجميع المساجد ديال المغرب وجميع الاحباء ولي خوتي المغاربه اللي دعوا معايا على ولدي، دعوا معاه بالشفاء. كنشكرهم هذا المنبر هذا وكنقول لهم الله يرحم لكم الوالدين. بزاف الناس يقول لك المغاربه ما فقولهمش المحنه الركبي. لا لا ملي طاح شي لقيتي معاك المغاربه ولا لا؟ لقيت معايا البعض ماشي الكل، ولكن العاب البعاد ماشي القراب. البعاد الا بعد الناس اللي قرابين من العائله. من بنات خالتي. شوف العائلة كتبقى عائلة، يعني العائلة عائلة شكون خاص الناس اللي وقفوا معاك؟ خاصهم يساندوك. لا يبقى في كل حال ما يساندوكش خوتك وما يساندوكش عقلك. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ماشي ماديا. لا 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 شي المادة. لا ما كنمشيش في المادة انا. المادة تقدر عاد توقف دابا هنا تقول يا اخي الكريم ولدي مريض كتوري الصورة يعاونك. ايوا توقف اجي الجامع تبرع الصورة وكيعرفوني الناس ما كنطلبش. ما كنسعاش، ما كنخدم بدراعي، كندير حاجة حارس ليلي. كان يعني كنقتدي غير 5000 ريال 4600 ديال السيمانه وقاعد معيش بها ثلاثه الاولاد والمراه والموضه. يعني هذاك النهار قلت لي زيد عمرني ما نمد يدي، قلت لي واخا نبيع كلوه ولا تقول انا كنت هذيك الايام كنت غنبيع كلوه.
كنت كنطلب يا ربي شي واحد اللي شي واحد يعني لاباس عليه مريض عنده كيدير الدياليز وبغى كل الوالد يبيع عليه كلو. اقسم برب الكعبه الركب شي ناس يقول لك المغرب ما فيهش الصحه. اش ما فيهش الصحه؟ الصحه يا اخي الكريم هذا يعني هذا الموضوع بعيد بعيد بزاف. ما غنقول ما غنقولش لا انت غير منطلق من ولدك. واش تعالج ولا ما تعالجش؟ تعالج تعالج في اكتيطال مستشفى خاص. انا كان من هذا المنبر هذا كنشكر الطبيب الانساني 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 شريف. مالك مع هذا السيد هذا؟ يعني عاده انا ما كندوش الاسماء على حساب التشهير. ولكن ماشي كنشهر ولا هذه حقيقه واقعيه. الطبيب انا كنشكره بزاف بزاف ماليها كاع الحدود. يعني انسان لما كيشوفك جيتي كيعطيك وقت كيوصف لك ولدك شنو عنده وقف معاك. صيفطني في السبيطار هنا لحد البارح البارح واليوم صيفطني لواحد واحد الطبيب قال لي تخلصش منه. قال لي بانه فقير. قال لي فقير اصاحبي. قال لي فقير ما عنده. قال لي حالت ليلي ودوزت بسينام فرانك ما تخلصش مني. واليوم ديت ولدي لكازا شنو واحد بوليكلينيك هذاك خلصنا ما كنعرفوش. ولكن لما جيت جبت ذاك الراديو للطبيب لا عاود ما تخلصش مني. فهذا المن باقي الخير في بلادنا. الشريف باقي الخير في بلادنا. كاين الخير اخي الكريم. لو ما يبقاش الخير الله ما عنده ما يدير بالدنيا. الطبيب هذا بلا ما تجبد سميتو الركبي. نعم. لا كان كيشوفك دابا اش تبغي تقول ليه؟ الله يرحم لك والده وديما غتبقى انساني. شوف انت دكتور. انت الله سبحانه وتعالى فيك الاخلاق حسنه وفيك الانسانيه والله خلقك دكتور نعمل نعمل للناس اللي يعني كيداوي نعم المرضى. هذا نعمه من الله. لما انا شفت الطبيب هذا وشفت الطاقم باكمله فانا باقي الخير في الدنيا. باقي الخير ولو كنلقاو صعوبات في اماكن اخرى ولكن كيقولوا على وجه سكه كيدو ستران. ها على وجه سكه كيدو ستران. اللي قطع الخير من الناس ما هو اللي ما فيهش الخير. شوف هاد الاطباء كلهم اسباب. الله مكتب الله الولي ديالك الله مطول ليه في العمر. الله عز وجل فوق علا الذي رفع السماوات بلا عمد هو اللي على سلام يا ولدي على سلام تورك. الله يسلمك وين جيك. كيف ما كنشوفو لكن باقا عنده هاد اليد كيتحكم في الصبعان عنده عرق. انا مبوشي لي عرق وكنتمنى يعني بغيت ندير له عمليه ان شاء الله. وغنقول ماشي غنطلب لا ماشي غنطلب وانما راه باقي ليا مسكين عمليه وعمليه خاصه واحد شي الفلوس خاصه الفلوس باش يديروا لي عمليه. عنده مسكين واحد شحال خاصه الركبي؟ وانا جيت نقول شحال خاصه راه لا اله الا الله. قول لي الركبي شحال خاصه؟ لا خاصه خاصه شحال؟ عمليه ديال العرق. ما قلتيش لي انا قلت لك شي خاصه الترويد. لا يعني انت ما بغيتيش تقول. لا ما نقدرش نقول لك خاصه الترويد. الا جيت نقول لك خاصه خاصه غنولي بحال كنطلب. انا ما كراش يعني عاونوني ولكن راه ياخذني الخجل كود البلاد حاجه العمليه الركبي. لا ماشي يعاونوك. لا ماشي باش غيعاونوك. لا والله ما غير تعاملوا مع خوهم. اقسم بالله العلي العظيم اللي ما عرفت شحال باقي لي الله. دابا كنجري وعيد قبيله من السبيطار عطاه الترويد واحد 20 يوم. قول لي رقم الهاتف الركبي. 06 اها 09 زيد 65 زيد 40 زيد 86. الاخوة الله يرحم الوالدين. انا ما يصحبش الركبي يعني محتاج ولده الترويض فكنتمناو الاخوة الله يرحم الوالدين. فانا كنت ندوي على هذا الموضوع ديال الجن فتا دابا كنتفاجئ ان الابن ديالو مسكين بقى خاصه واحد الترويض ولده رجع من الموت الاخوة. فكنتمناو انكم تبارطاجيو هذا اللايف على اوسع نطاق. كنتمناو انكم تبارطاجيو وشي واحد الاخوة لحد النمرة ما درتهاش ما درتهاش الاخوان راه ما درتش النمره. هاد انتم دابا عاودوا لي وغيعاونوا لي الرقم وكتبوه في كومونتير الاخوان. 06 الركبي 06 زيد 09 09 65 65 40 40 86 86 عاود لي الرقم السي الركبي 06 06 09 09 65 65 40 40 86 86. اقسم بالله اخواني كون بغيت الشعوذه اقسم بالله كون بغيت الشعوذه نجيب اموال طائله. ولكن خوفا من الله لا اريد يعني ما بغيت تريال من الشعوذة. لا لا يا اخواني لا لا يا اخواني الشعوذة الا شرك من 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 من, من يعني الشرك الاكبر. راه اصعب ما كاين هي الشعوذة. لهذا انا كنطلب يعني ما غنقول الا جيت ندوي غنقول بحال كنطلب ولادي. المهم كاين الحباب. عاود لي رقم الهاتف ديالك عاود لي رقم الهاتف 06 09 65 40 86.
فكنتمنى منكم مشاهدينا انكم تدعيو مع الركبي ودعيو مع الابن ديالو الله يجيب ليه الشفاء ان شاء الله. الى هنا مشاهدي قناه شاب قناه شفت فينا كتب هذا القدر على امل القاكم بشر اخر. هذا المنبر هذا كنبغي نشكر جلاله الملك محمد السادس نصره الله، وكنشكر السلطات يعني المغرب كاملين، وكنشكر الناس اللي ساندوني ولو غير بالدعاء ولو غير بالله يشافيه، فهذا كافيني اقسم بالله. وفر وفر كيف فرح لي لما كنشوف كومونتير كنقول الله يشافيه، كنفرح وعندي وكنقول عندي اليقين على الله انه غيشافي لي ولدي. الله يشافيه مسكين ولدي باقي مسكين مريض، ولا اله الا الله رسول الله. هذه العمليه ديال يدو مسكين اللي وكي السكين سمع الضربه وانا كامل الثقه يعني الناس يعني الناس والناس محتاجين انهم يتعاونوا مع خونا الحمد لله. الى هنا مشاهدي قناه شعب قناه شفت فينا كتب هذا القدر على عملاقكم بشر اخر. شكرا ولا لا.